السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي في حصة الجبر النهاردة. إن شاء الله تكون بخير، كل عام وأنتم طيبين بمناسبة رمضان. طبعا المرة اللي فاتت بدأنا في يونت 2، وكانت يونت ظريفة ولطيفة. خدنا أول درس الزيرو فانكشن، وإزاي نعرف إيه الأرقام اللي تخلي الفانكشن بتزيد. طيب الدرس اللي كنا اتكلمنا عليه برضه بدأناه الالجبريك فراكشنال فانكشن، وكنا اتكلمنا فيه في شويه. تعال نفتكر بس مع بعض سؤال من كده وسؤال من كده. طبعا الزيروز فانكشن، لو قلت مثلا عندي اف اكس ايكوال مثلا 2x ماينس 4، دي فانكشن. زيروز فانكشن طبعا اللي هي كنا بنسميها زد زد اف زد الاف، ايه الارقام اللي كنت تحطها في الفانكشن ده اهي، فيديني الريزلت 0. ممكن نجرب يعني 2 تايمز 1 ب 2 ماينس 4، لا 2 تايمز 0 ماينس 4، لا. طب 2 تايمز 2 ب 4 ماينس 4 ب 0، يبقى ايه؟ يبقى عندنا 2. طبعا التجريب ده مش ساينتفك واي، ممكن كنا نقول قايلين والله مستر من 2 اكس ماينس 4 هساوي بال0، وارجع اودي ال 4 الناحيه الثانيه، يبقى 2 اكس ايكوالز 4، واعمل ديفايدد باي 2، يبقى هنا الاكس ب 2. يبقى الزيروز اوف فانكشن هنا هي ال 2. يعني لو حطيت يا مستر مكان الاكس دي 2، فالريزلت هتطلع ايه؟ زيرو. ده بنسميه زيرو فانكشن. طيب ايه بقى الالجبريك فراكشنال فانكشن؟ طبعا من اسمها ان فيها فراكشن، ومن اسمها ان فيها فانكشن. يعني فانكشن بتيجي بالشكل زي مثلا اكس بلس 1 اوفر مثلا اكس ماينس 3، ودي فانكشن ان اوف اكس مثلا. طب ايه مشكلتها؟ مشكلتها هنا في حاجه اسمها الدومين. يعني ايه الدومين؟ يعني ايه الارقام اللي انا اقدر احطها مكان اكس اللي فوق ده اهي، وفي نفس الوقت مكان اكس اللي تحت. هل all real numbers are available؟ هل كلهم متاحين؟ ولا في مشكله مع بعض الارقام؟ طبعا اتكلمنا المره اللي فاتت ان انا ما اقدرش اعمل number divided كام؟ divided 0. يعني 1 over 0 ما تنفعش، اي number over 0 طبعا undefined، ما اقدرش احس مع حدش عارف يحسبه لحد دلوقتي. ان شاء الله بقى قدام هناخد ايه الـ amounts الـ undefined والـ unspecified، لما نكبر ان شاء الله في سنه. ولكن خلينا نقول هنا ان انا ما اقدرش اعمل ديفايد باي 0. طب لو ما اقدرش اعمل باي 0 يا مستر، خلاص ما انا ما اقدرش احط 3 الاكس هنا بكام؟ ب 3. ليه؟ عشان 3 ماينس 3 بكام؟ ب 0. فانا ما اقدرش هنا احط عندي 3. يبقى الدومين بتاعي يعني الارقام اللي اقدر استخدمها كان اكس، حط اي رقم بالنسبه لك ما عدا ار ما عدا 3. ده كله اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. تعالوا نتكلم ونشوف ايه اللي هناخده الدرس الثاني، باذن الله نكمل ونخش على التاني. طبعا عايزين نجيب الدومين بولينوميال، وده جبناه المره اللي فاتت فعلا، وكمان المره دي عايزين نجيب الزيروز اوف بولينوميال. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا هنا بيقول لي هنا عايزين نجيب الدومين بتاع الفراكشن فانكشن. خلاص سهله جدا، انا ممكن استخدم هنا كل الارقام ما عدا ان احط الاكس ب 2. ليه؟ لو حطيت 2 يبقى ان اوف 2 مثلا، لو حطيتها هتبقى عبارة عن 2 بلس 1 اوفر 2 ماينس 2، يعني 3 اوفر 0. واحنا قلنا مفيش حاجة اسمها ديفايد باي 0، وقلنا نعلمها ازاي عشان تفتكرها، ان نمبر اوفر 0 لو قريت الجملة دي على بعضها تبقى ايه؟ شاطر، تبقى نو بالانجلش. فنو يعني ما ينفعش. تمام، يبقى هنا الدومين ار مع ديفرنس از 6. طيب كان هنا بقى دخلنا في الاكس باور 2، وما دام دخلنا في الاكس باور 2 يبقى زي الشطور هنعمل فاكتورايزيشن. يلا يبقى اكس باور 2 ماينس 16 تتقسم اكس بلس 4 واكس ماينس 4، ونعمل بقى ايه؟ نقسمها نصين، يا اما اكس بلس 4 ب 0 يا اما اكس ماينس 4 ب 0. يعني الاكس هنا يا نيجاتيف 4 يا 4. يبقى هنا الدومين ار ديفرنس النيجاتيف 4 وال 4. ان شاء الله مفيش اي مشكله خالص، والدنيا ايه سهل. طيب تعال نشوف سؤال زي ده. The set of zeros of function دي، يا سلام، هنعمل دي فاكتورايز x و x و 5 و 5، يبقى r difference ال 5 و negative 5. بس انا كده ما عرفتش السؤال كويس. ده انا بقول لك the set of zeros، ما نستعجلش نقرا السؤال بقى حته حته. هو عايز الزيروز مش عايز الدومين. يبقى اي fractional function حلوه اللي حته اللي عرفها ديت عشان نتعلم حته مهمه جدا. لما يقول لي set of zeros غير لما يقول لي دومين. الدومين هنا خلاص معروف بقى زي اللي احنا جبناه كده بالغلط، يبقى ار ديفرنس ال5 والنيجاتيف 5.
امال الزيرو دي هو امتى الفراكشن يكون بزيرو؟ لو كان زيرو اوفر نمبر، ولو عشان تعلمها يبقى زيرو مثلا اوفر كي، فتتقرب الانجليش اوكي، يبقى زيرو اوفر كي او زيرو اوفر نمبر يبقى بزيرو. يبقى لما بتكلم على الزيروز يا جماعه بتكلم على اللي فوق، امتى ده يساوي زيرو؟ وبالتالي الفراكشن كله هيكون زيرو. خلاص جميل جدا، هنا 3 تايمز زيرو طبعا 3x بلس 12 ايكوال زيرو، ونحل بقى سولفنج كويشن ودي الناحيه الثانيه، يبقى 3x هنا ايكوالز كام؟ نيجاتيف 12، وطبعا ديفايدد نيجاتيف 3 يبقى هيبقى معانا كام؟ الزيروز هنا هي نيجاتيف 4 5 بس ده عشان تبان، يبقى الزيروز عندي بنيجاتيف 4. وخلي بالنا بقى من حته مهمه جدا، ايه لازم قبل ما اجيب الزيرو ابص على الارقام الممنوعه في الدومين. يعني هنا الفانكشن بيقول لي خلي بالك انت ما تقدرش تستخدم معاك الفايف والنيجاتيف 5 دول ممنوعين عليك، تمام ماشي. بس يا مستر الحمد لله النيجاتيف 4 بدا عنه، خلاص خير وبركه. تعالى نشوف السؤال الجاي ده عشان نتعلم منه حته مهمه جدا، ايه هي؟ بيقول لي هنا بقى سيت اوف زيروز اوف فانكشن ده، خلاص مبدئيا اذا نفس السؤال، لا مش نفسه قوي، مبدئيا هنجيب ديت تبقى ار ديفرنس ال 5 والنيجاتيف 5. طيب احنا قلنا عايزين يا مستر زيروز مش دومين، ركز معانا. حاضر تعالوا نجيب الزيروز. الزيروز امتى؟ لما يكون اللي فوق بايه؟ بزيرو. وايه اللي يخلي النيوميريتور بزيرو؟ حاجه ماينس 5 بزيرو، يبقى اكيد الاكس دي كانت كام؟ كانت 5، عشان 5 ماينس 5 بزيرو. بس يا مستر لو بصينا تحت هنلاقي اصلا انه ممنوع عليا استخدم 5. هو بيقول لك ار ما عدا 5، وده معناه ايه؟ معناه ان انا عمري ما هقدر احط مكان الاكس اعمل سبستيتيوتنج، ما اقدرش احط 5، يبقى ما فيش زيروز. انا اصلا مانع عليك ال 5، يعني ان اوف 5 اف اوف 5 ده اهي ممنوع تستخدمه، خلاص ما اقدرش احط مكان اكس، هو كان رقم واحد 5 وانا ممنوع من ان استخدمه، خلاص يبقى الزيروز هنا ايه؟ الزيروز اي، مفيش عندي زيروز، لان حتى الرقم الوحيد اللي المفروض يديني زيرو ممنوع استخدمه. الحته دي مهمه عشان ما نتلخبطش فيها وتبقى ان شاء الله الاجابه بتاعتك واضحه وصح. النهارده عايزين نتعلم حته برضه جديده وهي الكومون دومين. يعني ايه الكومون دومين؟ طبعا انا عندي فانكشن زي دي ليها دومينها اللي هو هنا ار ما عدا النيجاتيف 5 ديفرنس نيجاتيف 5، وعندي فانكشن ثانيه برضه ليها دومينها يبقى ار ديفرنس 7. انا بقى عايز اجيب لو الفانكشنين دولت حطيناهم مع بعض، مع بعض كده جنب على نمبر لاين بقى رسمناهم حطيناهم بلس بعضهم اي حاجه، عايزين نجيب الكومون دومين. ايه الكومون دومين؟ الدومين اللي يمشي الاثنين فانكشن ما يبقاش في مشكله عنده، خلاص. يبقى الكومون دومين هنا يا جماعه هيبقى ايه؟ هي ار، بس عشان خاطر الفانكشن الاولانيه هنشيل النيجاتيف 5، وعشان خاطر الفانكشن الثانيه هنشيل ال 7، هتبقى ار ديفرنس ال 5 نيجاتيف 5 وال 7، وده بنسميه الكومون دومين. يبقى الكومون دومين هو الدومين او الارقام اللي اقدر استخدمها مع فانكشن الاولانيه، معلش كله ما عدا نيجاتيف 5، نروح للفانكشن الثانيه كله مع ال 7، عشان نصلح الاثنين مع بعض يبقى نقول لهم ايه؟ خلاص ار ديفرنس ال 7 والنيجاتيف 5. تعال ناخد اكزامبل ثاني، يلا الفانكشن الاولانيه اهي دومينها اهو والفانكشن الثانيه، يلا يبقى الفانكشن الاولانيه ار ديفرنس 2 والثانيه نعمل فاكتورايز 3 و 3 طبعا 3 و 3 ونيجاتيف وبوزيتيف، يبقى ار ديفرنس ايه؟ 3 والنيجاتيف 3، وعشان نصلح الاثنين مع بعض يبقى نمشيها مفاوضات كده، ار ديفرنس 2 عشان خاطر الاولانيه وال 3 والنيجاتيف 3 عشان خاطر الثانيه. ناخد اكزامبل تاني برضه هنا، يلا نعمل دي فاكتورايز اكس واكس و2 2 وبلس ماينس، يبقى الاكس ب 2 او نيجاتيف 2، خلاص بقى والدومين ده سهله دي، حفظنا الفاكتورايز ده يا مستر. طيب هنا 2 ماينس اكس ب 0، فممكن بقى اودي 2 الناحيه الثانيه وارجع اغير الساين او الكلام ده، او 2 ماينس كام ب 0؟ اكيد اكس 2 يعني، انا مش محتاج يعني كام ماينس كام ب 0، 2 ماينس كام قصدي ب 0؟ ب 2، يبقى الدومين هنا ما عدا ايه؟ ال 2. بس انا لاحظ ان ال 2 تحت و 2 فوق اتكرروا،
واحنا بقى في الكومنت دومين لازم نكتب الاثنين؟ لا، نكتب واحده بس وخلاص، والمتكرر مش لازم نكتبه عادي يعني. يبقى الدومين هنا ار ما عدا ديفرنس التو والنيجاتيف تو، يبقى ده الكومنت دومين بتاع التو فانكشن. طيب هنا بقى ما شاء الله جاب لي ثلاثه فانكشن، عادي جدا هنحط ثلاثه مع بعض، هنجيب دومين الاولانيه، دومين الثانيه، دومين الثالثه، ونشوف بقى ايه الكومنت دومين اللي يمشي الدنيا معاه. اول فانكشن دي فانكشن مميزه جدا جدا، ليه؟ عشان تحت 2 هي اكس بلس 3 اوفر 2. طب وايه التميز فيها؟ ان عمر ما 2 دي تساوي 0، عمر ما 2 هتساوي 0، يبقى الدومين بتاعها كده وانا مغمض عيني هو ار، كل الارقام الريل ار افيلبل تو يوز اور سبستيتيوتد انستيد اوف اكس. تمام، هنا ار ديفرنس 3 والنيجاتيف 3 دي خلاص دي، وهنا في عندي هنا اكس وهنا اكس، فاخد اكس از كون فاكتور، يبقى هتبقى هنا اخد اكس كون فاكتور، فهيبقى اقل من دي اكس، وهيبقى اقل من ديت كام؟ 3. نفس المساله بقى، يبقى ار ديفرنس اس 0 مكان دي وال 3 مكان اكس، يبقى الكومن دومين هنا ار ديفرنس 3 ار ديفرنس 3 نيجاتيف 3 و0. يبقى حته الكومن دومين سهله، والزيروز برضو سهله، وان شاء الله الدنيا ايه جميله ولطيفه وخفيفه. طيب بقى ننتقل لدرس جديد، شكل الدرس ده خلص كده حلو قوي، درس جديد وهو الايكواليتي اوف تو الجبريك فانكشنز. هيديني تو فانكشنز، تو فانكشنز من بتوع الفراكشن دول، ونشوفهم ايكواليتي هما ايكوال ولا مش ايكوال. طبعا اي فراكشن اوف فانكشن يا جماعه عندها حاجتين مهمين، الدومين وعندها الرول بتاعتها اللي هي اف اكس ايكوال كام، اكس مثلا بلس كذا، اكس ماينس كذا، الرول. تمام، طيب امتى بقى تكون فانكشن ايكوال فانكشن بالمنطق كده بالثينكينج باللوجيك؟ والله يا مستر لو الدومين بتاع الاولانيه بيساوي الدومين الثاني خلاص. طيب لو الرول في الاخر بتساوي الرول في الاخر. يعني ايه الرول في الاخر؟ قبل ما نتكلم بقى على الرول في الاخر، تعالوا نتكلم عن حاجه اسمها reducing او simplifying fractional function. يعني ايه reducing او simplifying؟ انا جالي حاجه زي دي كده، x باور 2 minus 6 x minus x minus 6 over x a باور 2 minus 9. طب يلا تعال نعمل ايه فاكتورايز زياده لفوق وتحت، طلع بالشكل ده كده، x minus 3 x plus 2 على x minus 3 و x plus a 3. طيب الدومين طبعا هنجيبه على طول r مع 3 والنيجاتيف 8، بس انا ملاحظ ان هنا في اكس ماينس 3 وملاحظ كمان هنا في اكس ماينس 3، وممكن اعمل سمبليفاي ده مع ده. الرول بتاعت الفانكشن بعد ما كانت كبيره بالشكل ده، شلنا بقى الكومن فاكتورز، هتبقى بالشكل ده كده، اكس بلس 2 على اكس بلس 3، مع ملاحظه مهمه جدا لازم تحطها في دماغك، ان احنا جبنا الدومين قبل ما نعمل سمبليفاي، بنجيب الدومين قبل ما نعمل سمبليفاينج، مش نعمل سمبليفاينج نجيب الدومين، لان في الدومين وانت بتعمل سمبليفاينج ممكن تطير ايه فاكتورات، فبالتالي تضير زيروز كانت موجوده. يبقى دلوقتي كل القصه هيديني تو الجبريك فانكشن، هجيب الدومين هنا، لا الاول عامل فاكتورايز طبعا هنا وهنا، واجيب الدومين واشوفه هل الدومين الاولاني ده زي الدومين الثاني ولا لا؟ زيه خش على السمبليفاي وشيل الحاجات الكومن فاكتور، طلعت الرول في الاخر زي بعضها يبقى ايكوال. حاجه سهله جدا يعني. تعال ناخد اكزامبل، الاول نعمل ريديوسنج ونتعود على ريديوسنج، وبعدين نخش على ايه؟ تو فانكشن ايكوال ولا لا؟ مثلا هنا 2 اكس بلس 8 اوفر اكس بلس 4. طبعا انا ملاحظ هنا ان في 2 و8، ناخد 2 كومن فاكتور عادي يعني. وبعدين هنلاحظ ان ايوه اهو لقينا ده هو ده، خلاص معلش اغير اللون بس، لقينا ده هو ده خلاص، يبقى السمبليفاي بتاعها 2. وطبعا الدومين قبل ما نجيب عباره عن ايه؟ ار ديفرنس النيجاتيف 4، وفي الاخر الريزلت 2. هنا ديفرنس سكويرز
difference of two cubes. طبعا اللي فوق سهل x و x و 2 2 وحب الصفتين نجدي. اللي تحت ده كان في براكت صغنطط وبراكت كبير. عشان نفتكروا مع بعض هعمل لكم كده اهو، بجيب كيوبيك روت الاولاني اللي هي اكس والباور 2 بتاعها، كيوبيك روت الثاني اللي هي نيجاتيف 2 والباور 2 بتاعها، وبعمل الاثنين دول تايمز بعض وغير الساين يبقى بلس 2 اكس. يبقى كيوبيك روت الاولاني كيوبيك روت الثاني والباور 2 هات الميدل ساين، بعمل ده تايمز ده وغير الساين. تمام، يلا بقى نعمل ده كله. طيب مبدئيا الدومين هنا تبقى ار مع ده 2. طيب ده مستر بقى هو الاكسبريشن ده ملوش فاكتورايز عندنا، ليه؟ لان مفيش رقمين البلاس بتاعهم ب 4 التايمز ب 4 والصم بتاعهم ب 2. ولو جبناه بالجنرال فورميولا اللي خدناها في اليونت الاولانيه يعني نيجاتيف بي اوفر بلس ماينس كور روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي، هتلاقي ايه تحت الروت اي ارقام ايه؟ تحت الروت ارقام نيجاتيف وما ينفعش روت للنيجاتيف. حاجه كده في الكالكوليتور اي حاجه فيها اي كده ان شاء الله ديت هناخدها في اولى ثانوي باذن الله. فده كمان كده كده ملوش فاكتوريزيشن عندنا ولا ليه زيروز عندنا في الار في الريل نمبر. خلاص يبقى الدومين ار ديفرنس 2 سمبليفاي بقى سمبليفاي، يبقى هنا في الاخر هتبقى هيبقى عندنا x بلس 2 وهنا x بار 2 بلس 2 x بلس 4. تمام، هنا دي مثلا طبعا ده نعمل ده فاكتورايزيشن عادي جدا، ده ده بيرفكت سكوير تراينوميال. طيب بيرفكت سكوير تراينوميال المفروض نعمله كده باور 2 وسكوير روت الاولاني اكس وسكوير روت الاخير 9 اي 3 سوري، وفي الميدل ساين نحط نيجاتيف. طب ايه اللي هيعمله كده؟ تمام، طيب في ناس بقى تعمله كده عشان تعمل سمبليفاينج يا مستر، هنعمل سمبليفاينج ممكن اكتب اكس ماينس 3 وهنا اكس ماينس 3. طبعا ده هنا 2 كون فاكتور والاكس كون فاكتور اكس بار 2 ناخد اكس كون فاكتور، يبقى لي طبعا اكس بار 2 ماينس 9 نعمل فاكتورايزيشن. الدومين هنجيب من ده 0 من ده 3 ومن ده 3 يبقى ده الدومين بتاعي، اعمل سمبليفاينج ده يروح مع ده يبقى عندي اكس ماينس 3 على 2 اكس تايمز اكس بلس 3. هنا طبعا انا ممكن اكس ماينس 2 اول باور 2 ممكن نعمل لها فاكتورايز، نفك اكسباند نرجع لماينس 1 نعمل فاكتورايز تاني. ولكن في حل هنا بريليانت شويه حابب ان احنا نستخدمه، ايه هو؟ طبعا يا جماعه لو انتوا لاحظتوا ان هنا في باور 2 طيب وهنا في 1 تمام، يعني برضو دي سكوير روت ده دي سكوير روت ده دي سكوير روت، فممكن اعمله كمان ايه بدل فينا ماينس difference between the squares، يعني هعمله كده x minus 2 هنا و x minus 2 وهنا 1 وهنا 1 1 بلس والتاني ماينس. سهلة جدا يا الدنيا سهلة مش فيها أي حاجة خالص. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يبقى زي ما قلنا اهو x minus 2 x minus 2 وهنا 1 1 1 بلس 1 ماينس، نظبط بقى الأرقام دي كلها نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 2 بلس 1 تبقى x minus 1 ودي تبقى x minus 3. جبنا الدومين نعمل simplifying مع بعضه تبقى x minus 1 على x. طيب زي ما قلنا بقى امتى يكون two fractional function equal؟ هنجيب والله مستر الدومين الاولاني الدومين الثاني بعد طبعا مبدئيا كده هنعمل factorize دومين ودومين ون simplify ونشوف هل الدومين زي بعضهم؟ هل الفانكشن في الريزلت النهائي في السمبليفاينج زي بعضهم؟ والله لو زي بعضهم يبقى تمام وزي الفل ايكوال. في بقى مشكله، تعالى نقعد بقى ايه نشوف ونتفرج ايه اللي هيحصل عندنا. مثلا فانكشن زي ديت وفانكشن زي ديت، مبدئيا تحت ناخد اكس كون فاكتور وفوق ناخد اكس كون فاكتور برضه ما شاء الله، لا اكس بار 2 كون فاكتور، باخد في الكون فاكتور اصغر باور الاكس اللي هي اكس بار 2، وهنا هاخد برضه اكس كون فاكتور ونعمل فاكتورايزيشن. خلاص ادي اول اكسبريشن فاكتورايزيشن اهو، الدومين هنا دي مكانها 0 ودي مكانها 2 ار ديفرنس 0 2. خش على الثانيه يلا، او نعمل سمبليفاي كمان بالمره مش مشكله، سمبليفاي اكس مع ايه باور 2 تبقى اكس ماينس 1 على اكس تايمز اكس ماينس 2. يلا نعملها فاكتورايز، ده الفاكتورايز بتاعها الدومين طبعا ده بيرفكت سكوير اهوت اكس ماينس 2
والباور 2 هنشيل واحد من دول، بس طبعا نجيب الدومين الاول يعني، يبقى الدومين مكان دي 0 ومكان دي 2، هنشيل دي مع الباور 2 هنا، تطلع اكس ماينس 1 على اكس تايمز اكس ماينس 2. ايه ده؟ الفانكشن في الرول نفس الرول، والدومين نفس الدومين، وده معناه ان هنا الفانكشن الاولانيه طلعت بتساوي الفانكشن الثانيه. اظن المساله سهله وبسيطه، مفيش فيها اي مشكله، هو بس ممكن يعمل لنا مشكله في الفاكتورايزيشن. تعال نشوف مساله ثانيه ونشوف دي فيها ايه. ماشي، بيقول لي بقى ان اتش اوف لو n1 ايكوال n2، لو عندي n1 و2 هل هم ايكوال وليه؟ تعال نشوف اول اكزامبل. ادي اول اكزامبل اكس باور 2 ماينس 5 اكس، يبقى ناخد اكس كون فاكتور، دي فاكتورايز عادي جدا، وهنا ناخد 3 كون فاكتور، وهنا برضو ممكن ناخد 3 كون فاكتور، وهنا فاكتورايز عادي، مش اي مشكله خالص. نمسك الاولانيين اكس اكس ماينس 5 اكس ماينس 2 تايمز اكس ماينس ايه 5. الدومين يلا يا مستر ار مع ده 2 وال 5، سمبليفاينج يا مستر، ده يروح مع ده كده تبقى اكس على اكس ماينس 2. لحد دلوقتي ده تمام وزي الفل، مش فيها مشكله خالص. تعال نخش بقى على ايه اللي بعده. هنا عندي 3 قبل السمبليفاي بالاول، تعال الاول نجيب ده فاكتورايز بتاعه، ماشي، يبقى الدومين ار مع ده 2 والايه وال 5. السمبليفاي يلا نشيل ده مع ده 3 مع 3، وهنا اكس ماينس 5 على اكس ماينس 5، هيبقى لي فوق ايه؟ هيبقى لي 1 مكان دول كلهم 1 اوفر اكس ماينس 2. الدومين بيساوي الدومين، ولكن الرول ما بتساويش الرول، وده معناه ايه؟ ده معناه ان التو فانكشنز دول ار نوت ايكوال، لان مشكله قوي ده دي رول ودي رول تانيه هيدونا ارقام مختلفه. يعني انت لو حطيت مثلا هنا الاكس ب 1 هيديك كام؟ 1 اوفر 1 ماينس 2 هيديك ريزلت، لو حطيت الاكس ب 1 هيديك 1 اوفر، سوري بلاش 1، خلينا نغير الرقم تاني، حط مثلا اكس هنا بكام؟ ب 3 وب 3 مثلا، بس شوف عشان انتوا اصلا من 1. يعني لو جبت هنا n1 ل 3 هيديك ايه؟ 3 اوفر 3 ماينس 2 يعني 3. طب هنا تبقى 1 اوفر 3 ماينس 2، ادتنا ريزلت مختلفه. ازاي الفانكشن اللي يكون ايكوال تبقى 1 اوفر 1؟ يبقى هنا الرول مش بتساوي الرول، فكده من غير ما نفكر قولا واحدا التو فانكشنز ار نوت. تعال نشوف اللي جايه دي. هنا الفانكشن الاولانيه اهي، الفانكشن الثانيه اهي، عملنا الفاكتورايزيشن، ادانا هنا الدومين ار ديفرنس 1 و2 والدومين ار ديفرنس 5 و1، تمام لحد دلوقتي دي تمام. طب يا مستر ما الدومين مش زي الدومين، نعمل سمبليفاي ونشوف دي فيها ايه. يلا نشيل ده مع ده، وهنا نشيل ده مع ده، فيطلع لنا في الاخر ان دي الفانكشن الاولانيه ونفس الرول تقريبا الفانكشن الثانيه. يبقى الرول دي يا جماعه نفس الرول دي، بس يا مستر الدومين غير الدومين، بس الرول نفس الرول، هناك كانت الرول مختلفه، فمن غير ما نفكر هي نوت ايكوال، من غير ما نفكر هي نوت ايكوال على طول، خلاص خلص. لكن هنا عندي نفس الرول ولكن الدومين مختلف. هنا بقى مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا ان الارقام الممنوعه هنا 1 و2 وهنا 5 و1، خلاص هنقول له والله ما دام التو رولز في النهايه بعد السمبليفاينج ايكوال، فممكن نقول ان التو فانكشنز دول هينفعوا يكونوا ايكوال بشرط ان احنا نجيب الكومون دومين بتاعنا. يبقى ما دام اكس بلس 3 اوفر اكس ماينس 1 نفس الرول في السمبليفاي، بس مشكلتي هنا في الدومين، هنقول والله ممكن نجيبهم ان هو هينفعوا في الكومن دومين اهو. يبقى هنقول لو ال n1 وال n2 عندهم دومين مختلفين، لو عملنا لهم سمبليفاي ادوا نفس الفراكشن فانكشن، هنقوم قايلين والله يلا مش مشكله هتغاضى شويه، ان انت لو خليت الكومن دومين دول زي بعض هينفعوا، لكن لو الرول نوت ذا سيم ذا سيم رول اللي مش زي بعض فمستحيل يطلعوا الاثنين. زي المساله دي برضو الفانكشن اهو، الفانكشن اهو بيقول لي هنا ايه بروف ان هم ايكوال للكومن ايه دومين، خلاص هنعمل بقى فاكتورايزيشن زي ما عرفنا خلاص، ونجيب الدومين ونرجع نعمل سمبليفاي اكس مع اكس، سوري اكس مع اكس، يبقى ده الفانكشنال نيم. هنا برضه هنعمل فاكتورايز عادي خلاص، تمام جميل جدا، بعد الدومين كومن دومين نيجاتيف 7 و3 هنعمل فاكتورايز اد سمبليفاينج، تطلع عندي والله يا مستر هنا زي الفل وده زي الفل. ليه مشكلتنا هنا في الدومين؟
خلاص يبقى نقول الـ two functions now are equal لو استخدمنا x belongs للـ common domain بتاع الـ two functions. غير كده ما ينفعش يكون. أنا بقول إيه؟ نشوف the following. Prove إن دولت equal for all values of x belongs to the common domain. يلا سهلة دي. طبعًا هنا ما فيش فوق factorize. أنا بس factorize 5 و10. جنى أهلًا بيكي، منورانا والله. معلش لسه شايف الكومنت بتاع إن الفيديو معلق. جنى لو الدنيا ظبطت خلاص، انا حاسس ان انت اهو فعلا عملتي فعلا اهوت فاكتورايز. شكرا يا جنى، واتمنى ان شاء الله كنت معايا طول الحصه. جنى بتلخبط في الفاكتورايز. حاضر يا جنى، من العين دي قبل عندي، احنا كنا خدناها في حصه قبل كده، بس ان شاء الله باذن الله من اول الحصه الجايه هناخد فيها، هعمل فاكتورايز بايدي بقى، مش هكون مجهزه كده، هكون مجهزه برضو على اللاب، وبرضو هعمله واحده بواحده بايدي لحد ما تعودي معايا على الفاكتورايز، بس ان شاء الله تبقى معانا فعلا منورانا يا جنى. طيب يبقى هنا 5 و10 في تيبل ايه؟ خلاص يبقى ناخد هنا 5 كون فاكتور، ف5 اهي اكس، خدنا ال 5 بره فبقى لي اكس، وال10 خدنا ال 5 بره فبقى لي 2. تمام، الدومين هنا ار ديفرنس 2 نيجاتيف 2، قصدي سوري نيجاتيف 2 بلس 2 بزيرو. هنا برضو نفس الفكره، ناخد ايه 3 3 و6 في تيبل 6، وده اول نوع فاكتورايز جنى الهايست كون فاكتور. اشوف ال 3 وال 6 في تيبل كام؟ اكبر رقم فيهم هما 3. اخد 3 كون فاكتور هنا، ناخد 3 كون فاكتور يبقى لي اكس بلس ايه 2. الدومين برضه هيبقى ار ديفرنس 2، اشيل ال 3 مع ال 3 هيبقى لي هنا اكس، هيبقى لي هنا ايه؟ اكس على ايه؟ على 2. طبعا هنا تبقى اكس على ايه؟ على 2، وهنا طبعا اكس على 2، دي اكس على 2، اكس على اكس بلس 2 سوري. يبقى خلاص، يبقى هنا ال 2 functions are ايه؟ are. طيب هنا بيقول لي الفانكشن دي الفانكشن الاولانيه الفانكشن الثانيه نفس الفكره بقى، خلاص نعمل سمبليفاينج ونجيب الدومين، سمبليفاينج ونجيب الدومين. هو في السمبليفاي مستر الجزء ده طار مع ده 1 اوفر اكس بلس 3، وهنا في السمبليفاي ده طار مع ده، هو الاكس مع الاكس يبقى 1 على اكس بلس 3. يبقى هما الاثنين ايكوال الرول، ولكن الدومين فيه مشكله، فانا قايلين ايه؟ والله ان هما ايكوال لو كومن دومين عندي ار ديفرنس يبقى هنا كومن دومين. طب تعالوا هنا برضو، يلا هنا طبعا عندي اكس باور 3 واكس باور 2، اصغر باور الاكس عندي هو اكس باور 2، ناخده كومن فاكتور وفاكتورايزيشن. طبعا اكس باور 3 خدنا اكس باور 2 يبقى اكس، واكس باور 2 ديفايد اكس باور 2 ب1. الكومن دومين هنا او الدومين سوري 0 1، سمبليفاينج ده مع ده يبقى 1 على ايه؟ اكس ماينس 1. هنا بقى اكس باور 3 واكس باور 2 اكس، ناخد x as common factor، وتحت 1 x باور x common factor، فيبقى لي تحت هنا x باور 3 minus 1، وده difference 2 cubes، هنعمله كده. طيب يبقى هنا r مع ده 0 ومع ده 1، ده مش factorization طبعا، ونعمل simplifying ده وده x و x، ده الحمد لله نفس الدومين ونفس الرول. يبقى هنا الدومين طبعا الـ two functions هنا r r equal. طيب يلا complete. بيقول لي هنا لو x not equal to عايزين نعمل دي سمبليفاي، دي حته مهمه جدا عشان هتقابلنا الدرس الجاي ان شاء الله بتاع البلس والماينس. طيب دي 2 ماينس اكس واللي تحت اكس ماينس 2، فاكيد بقى في حاجه هنعملها هنا، يعني هي نفس الفانكشن ولكن مش هقلبها في السايد، يعني ال 2 فوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف، والاكس فوق بنيجاتيف او ماينس يعني، واللي تحت ايه؟ بوزيتيف. ممكن نعمل حركه حلوه قوي، احنا هنرتبها يعني، خلينا نكتب اكس بلس 2 اوفر اكس ماينس 2. طيب ايه رايكم لو خدنا من هنا نيجاتيف از كون فاكتور؟ يبقى نيجاتيف يعني هنغير كل الصينات، الاكس النيجاتيف تبقى بوزيتيف والرقم البوزيتيف يبقى نيجاتيف، وتحت اكس ماينس ده سمبليفاي مع دوت، يبقى في الاخر نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى الفانكشن هنا تساوي نيجاتيف 1. طيب هنا بيقول لي هنا لو انا عندي دي الفانكشن الاولانيه ودي الفانكشن الثانيه، الاثنين هيساووا بعض لو الاكس بلونجز تو مين؟ يلا نشوف، ناخد الاكس كون فاكتور يبقى لي اكس بلس 1. طيب دي كده مكانها ار مع ده الزيرو، وهنا ار مع ده سوري ار مع ده نيجاتيف 1، وهنا ار مع ده الزيرو والنيجاتيف 1، يبقى هنا ايه؟ ار ديفرنس بين 0 والنيجاتيف 1. طيب هنا السؤال ده بيقول لي بقى التو فانكشنز دول ار ايكوال، يبقى المفروض ايه بكام؟ فانا هبص اكس ماينس 2 دي اكس ماينس 2، فاكيد ايه بلس 1 هو مين؟ هو ال 4. كام بلس 1 دينا 4؟ يبقى كده ليه بكام؟ ب 3. بيقول لنا if the simplest form ده هي x، يعني ما عملنا simplify طلعت x، فال x اهي
فالمفروض نعمل سمبليفاي ده مع ده، فوق اكس ماينس 2 وتحت اكس بلس ايه، يبقى كي للاي كاب بكام؟ كاب نيجاتيف. في نهاية السيشن أتمنى إن هي كانت سيشن تكون كانت مفيدة بالنسبة لكم، إن شاء الله مستنيكم المرة الجاية بإذن الله، مستنيكم المرة الجاية يوم الخميس الجاي. كان معكم مستر محمد كشك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.